بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل عبد الله ألف ألف: كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تكون المحبة الخالصة المعتدلة والمتوسطة بدون إفراط ولا تفريط ولا غلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي شرط للإيمان كما في الحديث، وهي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله أولا، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم محبة المؤمنين والصالحين، وهذا ما يسمى في الحب في الله أو لله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بعد محبة الله، وعلامة صحتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو بكل شيء، وفي محبته صلى الله عليه وسلم بالذات قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، أي لا تزيدوا في مدحي كما زاد النصارى في مدح عيسى عليه السلام حتى جعلوه ربا وإلها. وهذا هو الغلو والإفراط. أما من فرط في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحبه وصار الرسول وسائر الناس سواء، إن هذا دليل على عدم إيمانه، وهذا نفاق. المنافقون يبغضون الله ويبغضون الرسول ويبغضون المؤمنين في كل زمان ومكان، هذا دأبهم. كما أنه لا يجوز أن تحدث البدع ويقال هذه محبة للرسول كالاحتفال بمولده، هذا من الإطراء من الغلو، وهو نقيض محبة الرسول لأنه مخالف للرسول. الذي يخالف الرسول لا يحبه، والذي يحب الرسول صادقا يتبعه ولا يحدث شيئا من البدع. الرسول نهى عن البدع عموما، والغلو في محبته خصوصا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فكيف يدعي مدعٍ أنه يحبه ومع هذا يحدث البدعة التي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها؟ هذا تناقض وكذب في المحبة. والشاعر يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه علامة المحبة الصادقة، طاعة في المعروف. الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه ويقتدي به عليه الصلاة والسلام، هذا علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يحدثون البدع كالموالد ويقولون هذه لأننا نحب الرسول، نقول له: هذا كذب، لو كنتم تحبون الرسول ما أحدثتم البدعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ ماهر يقول: فضيلة الشيخ، ممن تؤخذ الفتوى ومن الذي يفتي، وهل هناك شروط للإفتاء؟ الفتوى تؤخذ أولا عن الجهات المختصة بالفتوى التي أسندت إليها الفتوى وأتمنت عليها، نصبها ولي أمر المسلمين، ثم بعد ذلك تؤخذ عن كل عالم محقق متقي لله عز وجل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمور العامة اللي يسمونها مصيرية هذه لا بد أن يرجع فيها إلى الجهات المختصة في الفتوى، هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء. وأما الأمور الشخصية الخاصة بالإنسان كأمور صلاته وطهارته والحاجات المستعجلة، هذه يستفتي فيها من يثق بعلمه ودينه، يثق بعلمه ودينه ثم يسأله ويعمل بما يفتي به. نعم. جزاكم الله خيرا. الصديق محمد يقول في هذا السؤال حول تربية طيور الحمام: كثر الحديث عنها، البعض قال بأنه جائز والبعض قال لا، مما جعلنا في حيرة من أمرنا، مع العلم بأنه يوجد الكثير من الشباب يعتبر هذه التجارة مصدر رزق.
رزق الله. تربية الحمام على نوعين: تربية للاكتساب كما قال السائل، يربيها ويبيعها ينتفع بثمنها، هذا لا بأس به ما لم تؤذي الناس، ما لم تؤذي جيرانه. النوع الثاني أن يربي الحمام للعب بها والمسابقة بها، وهذا حرام لا يجوز، وأخذ المال على مسابقة الحمام حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، أبو عبد الله يقول لي أخت تعاني من وساوس في الموت، وقد ذهبت لعدة مشايخ للرقية، ولكن الحالة تكرر عندها ونشعر بأنها تزداد يوما بعد يوم، حيث ألهتها عن الصلاة وعن العبادات. ما العلاج في نظركم لهذه الأخت؟ العلاج الرقية الشرعية، تستمر عليها عند الرقاة الموثوقين في دينهم وعلمهم، وكونها ترقي نفسها هي أولى، أن تقرأ على نفسها آية الكرسي وتقرأ الإخلاص والمعوذتين، تكرر ذلك خصوصا في الصباح والمساء وعند النوم، هذا مما يطرد عنها الشيطان، وتكثر من التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، كذلك لا تنفعل مع الوسواس، لا يهمها ولا تهتم به، بل تتركه ولا تفكر فيه. فبهذه الأمور بإذن الله يذهب عنها الوسواس، وإن كان هذا الوسواس ناشئا عن مرض نفسي، إنها تذهب إلى الأطباء النفسانيين ليبحثوا لها عن علاج. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، تذهب إلى المختصين من الأطباء النفسانيين، ولعل الله يوفقهم لعلاج مناسب. أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد يقول: ما رأيكم بقراءة كتب الفلسفة وكذلك كتاب، أنا أقرأ في كتاب الحيوان. المسلم يقرأ في الكتب التي تفيده في عقيدته وفي دينه وفي العلم الشرعي، والفلسفة لا خير فيها، وإنما هي شاغل ومشكك أيضا. نحن أغنانا الله جل وعلا بالكتب الشرعية، كتب الدينية الصحيحة في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في الآداب، كتب الحديث، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب العقيدة الصحيحة، وهي كثيرة وفيها مشغلة وفيها غنى للمسلم الذي يريد الاطلاع ويريد البحث. والفلسفة قد تجره إلى شر، وما قرأ أحد الفلسفة إلا أصيب، إما إصابة قوية أو إصابة دون ذلك. فالإمام الغزالي كان فقيها عالما في مذهب الشافعي، لكنه ابتلي بالقراءة في الفلسفة فأثرت عليه. يقول تلميذه أبو بكر بن العربي رحمه الله: شيخنا دخل في جوف الفلسفة فلم يحسن الخروج منه. وآخر يقول: إنه ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأه. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور التي لا حاجة به إليها، أو التي يكون فيها خطر على الدين والعقيدة. وأما قراءته في كتاب البيان الحيوان للجاحظ، هذا الحيوان للجاحظ، هذا من كتب الأدب، هو فلسفة، هذا كتاب أدب لغة عربية فيه فائدة، لكن فيما هو أولى منه من كتب العلم، كتب الدين والعقيدة. وإذا قرأ فيه من باب تقوية الأدب عنده وتقوية اللغة حسن. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله يقول: ما حكم قصر صلاة العشاء للمتزوج ليلة زواجه، وما السنة في الدخول ليلة الزواج؟ القصر لا يجوز إلا في السفر، لا يجوز القصر إلا للمسافر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر السفر هو وأصحابه. القصر خاص بالسفر وليس للزواج ولا لغيره. وأما أنه إذا دخل على زوجته يدعو الله عز وجل بأن يجعلها مباركة عليه، وأن تكون خيرا عليه، وأن يرزقه منها ذرية طيبة، وإن صلى ركعتين عند الدخول ودعا حسنا. يسأل أيضا عن أكل لحم الخيل فضيلة الشيخ. لا بأس به، الخيل حلال، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا بالمدينة. وأسماء أخت عائشة قريبة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أقرهم على أكلها، دل على أنها من الطيبات وأنها مباحة. هذه الأخت أم أحمد تقول: ما رأي الشيخ في بيع أوراق العزائم ويكتب في هذه العزائم آيات قرآنية وتشرب مع الماء؟ إذا كان الكاتب موثوقا ولا يكتب إلا الآيات القرآنية وتغسل بالماء ويشرب غسيلها، لا بأس بذلك، هذا من الرقي. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لتكرار العمرة، هل يكون بعد أسبوع أو بعد أسبوعين؟ وما الحكم في تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ لا حد لتكرار العمرة، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، وعاية
عائشة رضي الله عنها أدت عمرة مع حجها قارنة، وبعد الحج اعتمرت لما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، وهذا وقت متقارب بين العمرتين، فلا تحديد للتقارب بين العمرتين، وسواء كان في سفر واحد أو في أسفار. يسأل عبد الجبار فضيلة الشيخ عن صيام شهر الله المحرم كاملا وأيضا شهر شعبان، كيف كان الهدي الرسول في ذلك؟ يكثر، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان إلا أنه لا يصومه كاملا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأكده العاشر والتاسع قبله. وأما أنه يصوم كل محرم، نرجع إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أنه ما كان يصوم شهرا كاملا غير رمضان. يسأل أخيرا عن الغسل الصحيح من الحدث الأكبر، كيف يكون ويجزئ؟ الغسل الصحيح أن ينوي طهارة ويسمي بسم الله ثم يفيض الماء على جسمه، الواجب مرة واحدة والسنة ثلاث مرات، يفيض على جسمه كله بعدما يتوضأ يستنجي أولا ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه كما ذكرنا، مع النية ومع التسمية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ طارق، يقول كيف أزيد من إيماني في حالي أصابني الفتور، وما الأمور التي تزيد من إيمان الشخص؟ يزيد الإيمان بالطاعات، كنت تريد زيادة الإيمان فأكثر من الطاعات، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو قول أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأكثر من الطاعات والعبادة بعد الفرائض، وأكثر من ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فتلاوة القرآن والاستماع للقرآن يزيد في الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إذا ما أنزلت سورة منهم، يعني من المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمنون يزيد إيمانهم بالقرآن والعمل به وتلاوة القرآن وتدبره، هذا مما يزيد الإيمان. كذلك مما يزيد الإيمان مجالسة الصالحين والمؤمنين الذين يذكرونك بالله وتقتدي بهم الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ يحيى يقول: ما حكم تخصيص صيام أيام البيض من شهر شعبان من كل سنة، واعتقاد ذلك بأن الأجر أعظم في هذا الشهر عن الشهور الثانية؟ تخصيص صيام أيام البيض في شهر شعبان هذا بدعة، أيام البيض من كل شهر يستحب صيامها من كل شهر، ولا يخصص بها شهر معين كشعبان. أحسن الله إليكم. يقول الأخ عبد الله الحاج: هل يجوز أن تقول الزوجة لأم زوجها يا أمي أو يا أبي بالنسبة للأب؟ يكره هذا، يكره أن يقول لزوجته يا أمي يا أختي، أو أن تقول الزوجة لزوجها يا أخي، أو تقول لأمه يا أمي، يكره هذا التلفظ لأنه يشبه النساء المحرمات في القرابة. من أسئلة السائل السؤال الأخير في رسالته، يقول: الأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل على الله؟ لا، ما ينافي، هو واجب مع التوكل، لا بد من الجمع بين الأخذ بالأسباب المباحة والتوكل على الله، فلا يعتمد على الأسباب فقط ولا يترك الأسباب ويعتمد على التوكل فقط، وإنما يجمع بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله، ومع هذا كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدروع للحرب، وكان يأكل ويشرب ويلبس عليه الصلاة والسلام، يستدفي من البرد، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل